ليتس جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك عبد الرحمن. اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم راح نتكلم عن قصة جديدة، مقطع جديد، قصة جديدة، مقطع جديد، فلوج جديد. لا ما تجي. اوكي، اول شيء يعطيكم الف عافية على الدعم الخرافي اللي قاعد يجي للقناة. انا دائما لازم اشكركم لانكم انتم اشخاص الكلام ما يوفي بحقكم، بس لازم اتكلم. فيعطيكم الف عافية على الدعم وعلى كل شيء قاعد تسويه. شكرا 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 شكرا. طبعا قبل ما يبدا المقطع حاب اذكرك، اذا ما شفت التغريدة حقتي راح تلقاها موجودة تحت في الوصف، تغريدة السحب على الفأس، وان شاء الله الفي بوكس موجودة في تويتر حقي. اتمنى انكم تشاركون وان شاء الله ان كلكم فايزين باذن الله يا رب. يعطيكم الف عافيه واتمنى يعجبكم مقطع اليوم. لا تنسى تشترك ولا تنسى تعطينا اللايك، ولا تنسى تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل مقطع جديد وجديد. ترى انا بث مباشر تقريبا كل يوم في تويتش، تلقى بعد رابط البث المباشر بالوصف تحت، راح وانزل وتخربط وعطنا لايك، عطنا فولو. الفولو اللي هو القلب عشان يجيك الاشعارات اللي كل مره بث. يلا نبتدي في القصه، ليتس جو. اليوم قصتنا جديدة، قصتنا مختلفة، قصتنا غريبة 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 اليوم. طيب زي ما تشوفوا من عنوان المقطع، قصتنا اني انا بغيت انقل. حرفيا كان يوم مخيف جدا 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 بالنسبة لي. راح اقول لكم سالفة من اولها لاخر. طبعا قرر ابوي وقررت امي وقررت اختي وقرر اخوي، لا اخوي ما كان معنا، اننا نروح الكويت. وصادفت رحلتنا للكويت مع عمتي ورجلها وعيال عمتي، يعني وبنات عمي، بنات عمتي. كلنا رحنا الكويت، بس ما توقع ان رحنا مع بعض، لا احنا رحنا اول وقابلناهم هناك، هم كانوا هناك قبلنا. الزبده السالفه زي كذا، جاء يوم من الايام قمنا الصبح وقال ابوي شو اسمه، وقالوا اهلي انهم بيطلعون يروحون المجمع. طبعا عادي يعني، عائله سعوديه بيروحون المجمع، بيروحون يتغدون، بيروحون يتسوقون، بيروحون يسوون اللي اي عائله سعوديه، اي عائله في العالم ممكن تسوي هذا الشيء. وش اسمه، وكان عندنا الفان الله يذكرها بالخير، يوه الفان حقتنا. الزبده ان جينا وقمنا الصبح وانا قايم ومطرطع، ما اعرف ليش والله العظيم. قبل ما اقول القصه اني قاعد احاول اتذكر ليش كنت مطرطع. انا كنت بزر، كان عمري 7 سنين يمكن، ما ادري 6 سنين يمكن، حتى 8 سنين بعد، كنت مره 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 صغير، ما اعرف ليش كنت مطرطع، كنت مره مره كذا قافله معي. الزبده ركبنا السياره ورحنا لين عند المجمع. يوم جينا وصلنا عند المجمع انا كنت مطرطع ولا كنت ابغى انزل مع اهلي، كانت امي واختي الثالثة بعد الرابعة بعد ما انزل انهم جو بينزلوا المجمع. انا قلت ما ابغى انزل، طرطعت فصلت عليهم، قلت ما ابغى انزل، ابقعد مع ابوي. ابوي قال يا ابن الحلال ضف وجهك، ابوي ما له خلق، ما يبي، لا ما قال لي ضف وجهك، قال يعني روح معهم وزي كذا. انا مطرطع وزعلان قاعد في السيت اللي ورا حقت الفان تكون وشو، كرسي بعدين ثلاث سيات، انا قاعد ورا اخر شيء ومطرطع، قلت ماني بنازل ما ادري شو. بس قالوا لي خلاص اقعد مع ابوك، تبي تقعد مع ابوك اقعد مع ابوك. جو نزلوا وروحوا المجمع عادي. انا وين انا قاعد منسدح باخر سيت، اتوقع اني قاعد اصيح مدري نايم، كنت معصب وكنت منسدح كذا. ابوي كان قاعد يسوق، راح وقف بالباركينج ابوي وش اسمه، وقعد قاعد على الجوال حقه. وفجاه جاء اتصال من مين، من رجل زوج عمتي، كان كلهم موجودين في الكويت. جاء الاتصال من زوج عمتي وقال له مش خلنا نطلع يا ابو عبد الله، نروح نتقهوى ونقعد، يعني بما ان يعني حتى هو بعد اهله اكيد رايحين مجمع ولا شيء زي كذا. قال يلا مش خلنا نطلع ونتقهوى. ابوي يوقف بعز الظهر الساعه 12 تقريبا، والله العظيم الشمس على سيارتنا. ابوي موقف بالباركينج، طف السياره، صك الباب وطلع. ايه ابوي نساني في السياره. ايه لحظه، خلها اعطيك كم ثانيه تدخلها في مخك. ابوي نساني في السياره، لان ابوي ما كان يدري اني انا اصلا موجود في السياره، ما كان يدري، حرفيا ما كان يدري اني انا موجود في السياره. كفل علي السياره، لا مكيف ودرجه حراره فوق ال50 وفي الكويت وبهالعز الحر وقاعد اصيح يا ذا الليل. الحين انا ايش اسوي؟ لا اعرف ايش اسوي، قاعد اصيح في السياره، حر، ما في مكيف، مخي لازم يشتغل الحين، بموت، أبموت، ما في أكسجين، لازم أشغل مخي. قاعد أصيح الحين، أول شيء إيش أسوي؟ كيف أفتح السيارة؟ أروح أطالع البيبان أحاول أفكها ما أقدر، أشوف الفتحة حقتها اللي كذا عساس اللي تعرفون اللي يطلعون الذي عساس ينفتح الباب. عجزت ما قدرت أفتح. الزبدة قلت عبد الرحمن لازم تفكر، لازم تشغل مخك، طلع
طبعا كانت فترة وشو؟ كانت فترة طايحين على هبة المراوح. تعرفون كيف المراوح اللي تسوونها بالورقة ولا بالمنديل؟ لحظة أجيب لكم مثال. خليك معي دقيقة دقيقة ها، خليك دقيقة. أوكي طبعا جبت لكم مثال. المثال هي إنك تأخذ الورقة هذه أوكي وتصفطها أول واحدة كذا، زين تصفط أول واحدة كذا، لحظة تصفط أول واحدة كذا، بعدين تصفط الثانية العكس أوكي، تصفطها العكس، بعدين الثالثة تصفطها عكس الزبدة، يعني تبدأ حركة الأولى بعدين الثانية عكس، تسوي كذا أوكي. خلوني أسويها وأخلص وأوريكم. أوكي خلصنا. طبعا ما عليكم منها، طالعة مرة معوقة، لكن فقدت قدرة أني أسوي مراوح أسطورية. كنا أولا نسوي صاروخ ويطير حركات، الزبدة كانت على هبة هذه اللي تسوي كذا. أنا قاعد وسيت لورا، قاعد أشوف فيه ورقة على الباب اليسار، خدت الورقة هذه وسويت دي، عارفين قاعد أسوي كذا، حر أبموت قسما بالله، معرق وبموت، قاعد أصيح بسوي زي كذا، يا الله وش أسوي وش أسوي وش أسوي، الدمعة قاعد تصيح وتصيح وتصيح. وأنا ما أدري أمي تحسب إنه، أمي تحسب إن أنا مع أبوي، وأبوي يحسب إني أنا مع أمي. خذ لك وأنا في النص منحشر في السيارة، الساعة 12 الظهر درجة الحرارة فوق 50، قاعد أهوي 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 أهوي، صرت أنا ملقوف، ولد ملقوف، قاعد أحاول أطلع المفتاح حق الباب اللي يكون مسكر. تعرفون لما أول ما تشغل السيارة وتسك الباب ويقفل السيارة كانت كذا تطق صح، أنا قاعد أحاول أطلعها، ما أدري شلون أسوي، أتلف لف ودخل أصبعي ودخل أصابعي وأصابعي صغيرة ودخل زي كذا، توفقت ما أدري شلون وانفتح الباب. سيارتنا الحين، السيارات اللي احنا عايشين فيها الان 2019، لو تسوي الحركه ذي والسياره مقفله بتصيح سياره تات تات تات، سيارتنا ما صاحت، ما ادري ليش ما صاحت. فكيته فتحت الباب وطلعت سكيت الباب، السياره ما صاحت. طبعا انا ما كنت ادري ان السياره بتصيح ولا الزبده. يلا عبد الرحمن خذ لك، قاعد يتمشى غبي، قاعد صغير لا يعرف وين يروح، والدموع قاعده تصيح، قاعد يتمشى في الكويت الساعه 12 الظهر درجه الحراره مليون الف، قاعد اتمشى. طبعا احنا جنب المجمع، قاعد اتمشى واتمشى واتمشى واتمشى، مريت جنب جنب شجر، مريت جنب شارع عام. هذا الكلام اهلي طبعا ما يذكرون وش مريت فيه هنا. السبت يوم اجي يوم جيت زي كذا وانا امشي، مريت جنب عمال باكستانيه قاعدين يبنون مكان، ورب الكعبه ويشهد علي الله اني ما انسى الموقف هذا قسما بالله. وقفني باكستاني كان قاعد يحفر، جا قال لي ايش في، والله قال ايش في، وانا اصيح اقول وين ماما وين ماما وين ماما وين بابا، واصيح وين ماما وين بابا. قال يطالعني قال انا بابا. وات انا بابا يا خلاص، انت ولد انا بابا. انا هنا تذكرت الافلام اللي قاعد اشوفها، تذكرت سكريم، تعرفون في سكريم اللي يلبس قناع ابيض وكذا وجهه واللي يطعن، انا كل هذا في بالي الان، كله في بالي. قال انا بابا خلاص انت ولد انا كذا، انا واصيح اشوفه واصيح ما ادري ايش اسوي، واحط رجلي قسما بالله العظيم يا عيال اني ما اذكر الا الهواء في وجهي كذا يطير وطير، ما ادري وشلون توفقت اني اروح عند المجمع، ما ادري شلون توفقت واروح عند المجمع. يوم جيت وصلت عند المجمع قاعد امشي واصيح وما ادري وشو، الا يوم اتوني ابدخل عند باب المجمع، والله ما اذكر هو 360، لا 360 ما اتوقع كان موجود، لا مو بالافنيوز، افنيوز جديد كان مجمع ما ادري وشو، مو بكبير حتى دورين يمكن، بس والله ما اذكر وشو. الزبده وانا قاعد امشي واصيح، يوم وصلت عند المجمع الا توني ابدخل المجمع حق القزاز استغفر الله العظيم، والله العظيم عيالتي ما كنت ادري، وصقعت في الباب الاول ما ينفتح الباب، طلع بس قزاز. بعدين يوم شو اسمه بعد صقعه شفت الباب ودخلت، اول ما دخلت قسما بالله العظيم اني كاني اشوف النور قدامي، اشوف اخوي نازل من الاسكليتر ذي نفس الاسانسير الدرج، اشوفه ينزل عبد الرحمن عبد الرحمن، لان ابوي دق على امي يقول عبد الرحمن وينه، لان امي دقت عليه اول قالت انه مو معي، قال ابوي دق عليه قال وين عبد الرحمن، انا رجعت السياره مو موجود. هنا خلاص الناس يحسبون اني ضعت انخطفت مت كل البال. طبعا السالفه هذه كلها صارت ساعه ونص، يعني انا اختفيت عن ابوي وعن امي ساعه ونص يا عيال، قسما بالله العظيم ساعه ونص ما يدرون عني ولا شيء. اول ما افتح باب المجمع اللي اشوف اخوي نازل، وراه امي وابوي، لا وراه اختي وامي واختي الثانيه قاعدين ينزلون، الا جاء عبد الرحمن اخوي ينزل عبد الرحمن عبد الرحمن
قلت انا واجي واركض واصيع اروح الم اخوي قسم بالله. انا ما قد لميت اخوي المعلوميه يعني ليش الم اخوي، بس لميته قسم بالله كاني اشوف الحياه قدامي. وجت امي وتصيح في المجمع وين رحت وما ادري وش، ودك على ابوي ودك على ابوي حتى ما تشوف ولدك وما ادري وش معك في السياره ده. التصطير اللي جاء لابوي. الزبده ان هذه سالفه اني بغيت انخطف في الكويت قسما بالله يوم اسود في حياتي. ورب الكعبه ورب الكعبه انكم انتم تسمعون القصه تحسبونها قصه عاديه جدا، لكن والله العظيم انه يوم ما انساه في حياتي، يوم مخيف جدا 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 حرفيا. الباكستاني ما كنت امزح معكم، والله الباكستاني كان بيخطفني خلاص انا بصير ولده، خلاص انا بصير ولده بتكلم عربي مكسر حرفيا قسم بالله يوم مخيف. زبده اتمنى عجبكم مقطع اليوم، ولا تنسون تقيمونا باللايك والاشتراك وشكرا لكم، وان شاء الله اشوفكم في قصه ثانيه. عندي لكم قصتين، واحده منهم مره 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 قويه وباذن الله راح اقول لكم عنها قريب. شكرا لكم واتمنى لكم مشاهدات ممتعه في المقاطع الثانيه اذا ما شفت مقاطع يعني. الله يعطيكم الف عافيه، اشوفكم في مقطع ثاني. كان معكم عبد الرحمن وفيرفل، بيس.